يوم غير بكرة بعد الثلاثة قال لي لما أنزل على المكتب. هذا تقريبا ثاني معرض للصبار في غزة، والمعرض هذا بتميز انه في انواع مش موجودة بفلسطين مش بس بغزة. بالعالم كله في تقريبا 2700 نوع صبار، طبعا بيندرج منه نوع تحت نوع تحت نوع. في هذا المعرض طلعنا تقريبا من 90 ل 120 نوع صبار. طبعا في انواع تانية في المشتى، بس هذا من يعني في منها مجموعة خاصة للهواية، وفي مجموعة بتضل مجموعة خاصة للهواية، ومجموعة تانية بتضل نادرة بتكون سعرها غالي. المعرض هذا وراء فكرة، تمام، وهو الصبر. احنا بنحاول، بالنسبة لي انا كشخص، صار الصبار لي اكثر من نبتة، صار رمز للصبر. ليش؟ لانه الصبر هذا اللي انت شايفه قدامك فعليا عمره كبير، وكل ما عمره بيزيد سعره بيزيد. والحلو في الصبر انه انت كل ما صبرت عليه هو بيعطيك شيء احلى، لانه الصبر لناس كثير يعني شويه شوك واخضر، بس لا، هو فعليا نادر وبطلع ورد جميل جدا جدا جدا. في طلع رايه المجنون، هذا رقم 18.